بسم الله الرحمن الرحيم. يقول وصية أخرى سيدنا الإمام الحداد، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. في هاتين الآيتين التي افتتح بها الإمام الحداد وصيته تنبيه عظيم إلى أن الشان يدور على التقوى أولا وآخرا، وهو كذلك، فالتقوى من أجمع الوصايا: ولقد وصينا الذين من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وفي هذه الآية كان إجازات لكثير من المشايخ في قراءتها والاستنارة الباطن بها وتيسير الأحوال وصلاح الأحوال بها ودفع البلايا والآفات إلى غير ذلك من المنافع، على أعداد مختلفة، ما بين 10 وما بين 25 وما بين 70 وما بين 100 وأقل وأكثر. وكان من جملة من أجازنا فيها الحبيب عبد الله بن حسن بالفقيه عليه رحمة الله تبارك وتعالى: 10 مرات في اليوم أو في الصباح والمساء. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره في قراءة بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فنتخذ مثل قراءة هذه وردا من الأوراد سببا للإمداد. يقول عليه رحمة الله: الحمد لله الذي جعل طاعته وتقواه وسيلة العبد وطريقا له إلى جميع الخيرات والكرامات في آخرته ودنياه، وجعل معصيته ومخالفة أمره سببا للعار والنار في الدنيا وفي دار القرار. الحمد لله الذي جعل طاعته وتقواه وسيلة العبد وطريقا له إلى جميع الخيرات والكرامات في آخرته ودنياه، وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته. هذا مما يجب الإيمان به ومما يتزين به الباطن ويتصل بإصلاح السير، اعتقاد والجزم واليقين بأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته. وجعل سبحانه معصيته ومخالفته ومخالفة أمره سببا للعار والنار في الدنيا ودار القرار في دار القرار. أعذنا اللهم من ذلك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وحولنا وقوتنا في سبيلك ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. قال: وصلى الله وسلم على النبي المختار سيدنا محمد وعلى آله وصحبه السادة الأخيار. أما بعد، فإني أوصيك بارك الله فيك وتولاك ولحظك بعين عنايتي ورعاك، وكان لك بما كان به لعباده الصالحين في سرك ونجواك، أوصيك بتقوى الله. تقوى الله أن تتقي سخطه وغضبه وعذابه الذي خلقك وخلق كل شيء، وما مجال التقوى وما كيفية التقوى وما شأن التقوى. قال: بالمحافظة على الصلوات الخمس، هذا من أعلى مظاهر التقوى، واحذر من إضاعتها. إما من الأصل أو إضاعة الشروط أو الأركان فيها، أو إضاعة السنن والآداب فيها، أو إضاعة روحها وهو الحضور مع الله تعالى. واحذر من إضاعتها ومن إخراج شيء منها عن وقته، وأحسن ركوعها وسجودها، فإن رحمة الله قريب من المحسنين، وإن الله كتب الإحسان على كل شيء. وأحسن ركوعها وسجودها، وتدبر القراءة فيها، فلا تجعلها صورة مجردة ولا حسا بلا معنى،
أقيم الصلاة اجعلها حقيقة صلاة، أحسن ركوعها وسجودها، تدبر القراءة فيها، وكن خاشعا لا تلتفت ولا تحرك شيء من أطرافك حال صلاتك، فإن الخشوع عبارة عن حضور القلب وسكون الأعضاء وتدبر القراءة وتفهمها. ينتظم كما ذكر لنا الإمام الغزالي من الحضور والتعظيم والهيبة والرجاء والخوف والحياء. ينتظم من الحضور وتدبر المعنى والتعظيم والخوف والرجاء والحياء، ست معاني. أولها الحضور، معناه أن يعلم ما يقول ويفعل، فالحضور شرط في الخشوع، فلا يكون خاشع إلا حاضر، وقد يكون حاضرا غير خاشع، قد يكون حاضر غير خاشع، فإن وراء الحضور تفهم المعنى، فالتأمل المعاني وراء الحضور، ووراء تأمل المعنى التعظيم، هذا المعنى الثالث تعظيم، فقد تتأمل معنى كلام الصبي لكن ما عندك تعظيم، ما هذا خشوع؟ تكون حاضر مع كلام الصبي ومتأمل لمعناه لكن ما أنت خاشع لأن ما تعظم ذلك، ولكن حضور وتدبر معنى وتعظيم، فوق التعظيم هيبة، يعني تعظيم مصدره الخوف، وهو أن تخشى وتخاف أن ترد عليك، أن لا تقبل عند باريك. والخامس الرجاء، أن تكون مع خوفك راجيا أن تكرم بالقبول وبالإفضال وبالكرم والإحسان من البر الوسول جل جلاله، أن يدخلك في دائرة المصلين المقبولين الصالحين، تكون عندك رجاء. والسادس الحياء، أنك مع ذلك كله توقن أنك لم تقم بأمر الله كما ينبغي فتستحي منه، فإذا اجتمعت هذه الست كنت خاشعا، كنت من الخاشعين. قال الإمام الغزالي: وهذه الأوصاف الستة تلازم الصالحين حتى خارج الصلاة، ما هو في الصلاة، هم في مختلف أحوالهم، حاضرين، متدبرين المعاني، معظمين، خائفين، راجين، مستحيين، فهذا مستمر معهم الخشوع. وقال ابن مسعود: أول علم ينزع من هذه الأمة الخشوع حتى لا تكاد تجد خاشعة. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقالوا: كن خاشعا لا تلتفت ولا تحرك شيئا من أطرافك حال صلاتك. فقد ورد في الخبر: من لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، فمن كان يحرك يده في الصلاة فمعناه ما خشع قلبه. واعلم أن من لم يحافظ على الصلوات مات قلبه وتعسر رزقه وسخط عليه ربه. والتعسر إما أن يكون بفقده وإما أن يكون بعدم الاستفادة منه وتنغص حال فيه، أو كونه سببا لجلب السوء له، عياذ بالله. قال: وأكثر من قراءة القرآن في كل وقت، احذر من العجلة، فإن العجلة في القراءة وفي الذكر تذهب النور، تذهب النور، العجلة في الذكر تذهب نور الذكر، اذكر بطمأنينة بسكينة. واحذر من العجلة ومن الكلام الأجنبي حال القراءة، فإنه يروى في الأثر عند قراءة القرآن وفي المسجد أن الذي يتكلم الكلام الأجنبي يناديه الملك: اسكت يا ولي الله، فإن عاد
قال اسكت يا عدو الله، إن عاد إلى الكلام قال اسكت عليك لعنة الله والعياذ بالله تعالى، لأنه لا يبالي بالقرآن يتلى وهو يتكلم أو يرفع صوته في المسجد بالكلام الدنيوي الذي يقطع عن الله لا يقرب إلى الله تعالى والعياذ بالله تعالى. قال وأكثر من قراءة القرآن في كل وقت، وإن كنت تزيد في رمضان فلا تقصر في التلاوة في بقية ليالي السنة وأيام السنة، واحذر من العجلة ومن الكلام الأجنبي حال القراءة. ولذا كان من آداب قارئ القرآن وقارئ الحديث ألا يقوم لمن دخل عليه ولو كان شيخه ولو كان عز الناس عليه لشغله بالقرآن وشغله بالحديث، إنه مع الحق ومع الرسول، فما شيء ما هو وقت قيام، ما هو وقت التفات إلى غير الحق وغير رسوله. هذا من تعظيم القرآن، هذا لمن كان يغلبه الحضور مع القرآن، وأما القارئ بالغفلة فهذا مثل غير القارئ يتوجه عليه الخطاب. وأكثر من الذكر لله في جميع أحوالك، فإنه حصن حصين للإنسان من الشيطان ومن جميع الآفات. الذاكرون الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فاذكروني أذكركم، حصن حصين من الشيطان ومن جميع الآفات. إن الصاعقة تصيب المؤمن وغيره ولا تصيب الذاكر لله، ما تصيب الذاكر لله، فهم ذلك. ففي الذكر حصن من جميع الآفات. وإن رمت أن تحظى بقلب منور النقي عن الأغيار فاعكف على الذكر وثابر عليه في الظلام وفي الضياء وفي كل حال باللسان وبالسر، فإنك إن لازمته بتوجه بدا لك نور ليس كالشمس والبدر ولكنه نور من الله وارد. أتى ذكره في سورة النور فاستقري. أكثر من الذكر لله في جميع أحوالك، فإنه حصن حصين من الشيطان ومن جميع الآفات. بل يقال أنه لا يصاد الطائر ولا الحوت في البحر إلا ساعة غفلته عن ذكر الله، أما وقت اشتغاله بالذكر فما يتمكن أحد يصيده. وكذلك لا يتمكن الشيطان من قلب ابن آدم إلا في حالة خلوة عن الذكر، غفلة عن ذكر الله. لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، هكذا جاءت وصية النبي صلى الله عليه وسلم للذي استوصى فقال إن شرائع الإسلام كثرت علي فمرني بعمل أتشبث به. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لو احترز من المعاصي جميعها، لا تقرب شيئا منها صغيرا ولا كبيرا، فإن فيها الشر كله، وفيها هوان الدنيا والآخرة، والمرتكب لها بعيد من الله ومن كل خير. فالداء المعصية، والبلاء المعصية، والعذاب المعصية، والشر معصية الله، والضر معصية الله، والعذاب معصية الله، والنار معصية الله، كل مصيبة معصية الله سببها. ها اللي قال احترز من المعاصي جميعها، لا تقرب منها شيئا صغيرا ولا كبيرا، فإن فيها الشر كله، وفيها هوان الدنيا والآخرة. ما أهانت العبادة أنفسها بمثل معصية الله،
ولا أعزت أنفسها بمثل طاعة الله. هم أعزنا بالطاعة ولا تذلنا بالمعصية. الله الله. يقول بعض الصالحين الأكابر من المقبورين بزنبل: حفظت أعضائي السبعة ما صرفتها إلا في طاعة. فنعم العز ونعم الكرامة والشرف. الله الله. ما إن يكون الملطخ بالمعصية كالمضيء، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. واحترز من المعاصي جميعها، لا تقرب شيئا منها صغيرا ولا كبيرا، فإن فيها الشر كله، وفيها هوان الدنيا والآخرة، المرتكب لها بعيد من الله ومن كل خير. والمرتكب لها بعيد من الله ومن كل خير. فلا أشق على المؤمن ولا أثقل من أن يقع في مخالفة ربه في معصية مولاه جل جلاله. فهو محترز جهده ومنتبه استطاعته. قال: المرتكب لها بعيد من الله ومن كل خير، ومن كان بعيد من الله فهو بعيد من كل خير، ومن كان قريب من الله فهو قريب من كل خير. فالله يقربنا إليه زلفى، ارزقنا العمل بهذه الوصايا النافعة، وصية بتقوى الله والمحافظة على الصلوات الخمس وإحسان ركوعها وسجودها وتدبر غرف الخشوع فيها، والإكثار من قراءة القرآن ومن ذكر الله في جميع الأحوال، والاحتراز من المعاصي. هذه وصايا الأخيار، وصايا المتقين، وبذا يتواصى الصالحون المؤمنون الناجون من الخسران. والعسر إن الإنسان في خسرين إلا الذين آمنوا وعملوا الصلاة وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه وصايا الناجين، وصايا المفلحين، ووصايا الصادقين. فلنتواصى بها ولنأخذها بما ينبغي لنا أن نأخذ به الوصية. يا الله بالتوفيق حتى نفيق ونلحق الفريق. وهكذا يتابع وصيته، فانظر كيف كانوا يتواصون. وكان قد كتب هذه الوصية في عام 75 و1000. ما شاء الله. فلها 300 سنة من حين كتب، وكم وستين سنة، 160 سنة، 169 سنة من حين كتبه، 369 سنة منذ لما كتبها في ذاك السنة قبل 369 سنة، لما كان مخلص، لما كان صادق، كيف حفظت، كيف بقيت، كيف نتذكرها اليوم، كيف تعمل عملها وتؤثر أثرها بعد هذه المئات من السنين. في ذاك السنة كم كتبوا ناس وكم ألفوا ناس وكم ناس ما عادوا له بقاء ولا ذكر. ولكن هذا لما أخلص لله وكتب الوصية صادق مع الله، مرت السنين وأثرها يتجدد ويحيا في الأمة. الله يجعلنا من المتواصين بالحق والمتواصين بالصبر والقائمين بالأمر على ما يحب منا، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وهذا الأخ الرفاعي من الكويت يقول: كيف الوصول إلى قلب خاشع خاضع ساكن لتغير حوادث الأغيار
خاصة كان هذا الحال يرافقني منذ زمن لكني فقدته بالأسف على فقده والندم على فواته واللجوء إلى الحق في أن يعيد عليك ما فقدته ويزيدك من فضله جل جلاله وحذرك من الذنوب، حذرك من الذنوب والمعاصي صغيرها وكبيرها، فبحذرك من الذنوب وفوتك على ما فقدته واسمه ندمك على ما فقدته وتحسرك على ما فاتك ولجوءك إلى الله تبارك وتعالى وسألك إياه أن يرد عليك ويزيدك من فضله، بهذه الثلاث تدرك عطاء من الله تعالى يعوضك عما فقدت خيرا منه. فاستقم على الحذر من المعاصي والذنوب واندم على ما فات وتحسر على ما ذهب عليك والجأ إلى الله واسأله وطلبه وتبتل إليه أن يرد إليك ما فقدت ويزيدك من فضله. والأخ حامد من ماليزيا يقول: كيف نعيد ما فاتنا من أنس في العبادة عدم منها كما كان حال كثير في رمضان، ولكن مع تراجعنا في العيد عن الاستمرار في الطاعة وقوعنا في شبهات في أقل الأحوال إن لا نجد الهمة في الإقبال على الله، بماذا تنصحون؟ ننصحك بالتعرف إلى الله، ننصحك بالتعرف إلى الله حتى يتعرف الله إليك، فإذا عرفته ما عاد احتجت إلى خصوص في زمان ولا مكان، بل كنت في كل زمان ومكان مع العظيم. وإذا كنت مع العظيم كنت بحال عظيم. وتعرف إلى الله تبارك وتعالى، تعرف إلى الله تعالى واسأله أن يرزقك الحظ والنصيب من شهودي حتى تعبد الله كأنك تراه جل جلاله. فتتدارك في خاتمة شوال ما فاتك في أول شوال ووسطه، وتختم شوال بصدق إقبال على المتعال وتفقد للخصال والخلال وطلب لشريف الأحوال. فإن طارق باب ذي الإفضال لا يخيب ولا يحرم من النوال. والأخ محمد بكري من مصر قل: ماذا أفعل وأنا أحس بأن قلبي يموت وغير قادر على ترك المعاصي وغير قادر على قضي بشري؟ أنا أقول إنما أنت مغلوب تخادع، لست بغير قادر، فإن الله لم يكلفنا إلا ما نقدر عليه، ومهما قهرك عدو الله بالوقوع في تقصير في واجب أو فعل محرم فاقهره بصدق الندم وبسرعة التوبة إلى الله وبصدق الاستغفار واللجأ وبتجديد العزم ألا تعود. ومهما قهرك بالعودة فاقهره بصدق الالتجاء إلى الله والرجوع إليه وتجديد العزم ألا تعود، فإنك إن فعلت ذلك فعلم الله صدقك، أخسأ عدوك ورده عنك وأعانك على نفسك وعلى الشيطان، وحذيت بالاغتراب بعد الاغتراب. والأخ جمال سداوي من تونس ولتريد على خواطر في تفسير الآيات والحديث غير الظاهر عليها، وهذه هي واردات الرحمنية وخواطر الشيطان من خط الطريق. نقول سجل ذلك واحفظه، والميزان فيه ما كان متطابقا موافقا لشؤون الشريعة والنصوص، وما كان صحيح المورد من حيث اللغة، وكان صحيح المعنى تحتمله اللغة، وكان موافقا للشرع ومتطابقا مع بقية النصوص، فذلك مقبول. فكل ما كان من الفهم بكتاب الله وسنة رسوله
كل ما كان من الرؤية الحسنة، كل ما كان من الكشف الطيب يحتاج إلى شاهدي عدل، فإذا جاء معه شاهدان كان مقبولا. شاهد العدل، شاهد الكتاب والسنة، فأن يكون المعنى بالنسبة لما يستنبط من الآيات المعنى متطابق لغة ومتطابق معنى وشرعا مع الأصول ومع النصوص الواردة، فما لم يكن مخالفا لشيء من النصوص ولا لشيء من أصول الشرع الحنيف، وكان محتملا من حيث اللغة فهو مقبول، وما لا فلا. ويمكن كتابة ذلك وعرضه على أحد من أهل المعرفة والعلم حتى يبين لك ما صلاحها من فسادها. والأخ محمد سالم سامر من سوريا، لاحظنا الكثير في بلدنا قد ترك المساجد وأسرف في الذنوب والمعاصي بحجة أن الأمر ضاق علينا ولم نرى الفرج ربنا، فالرد عكسي عند الكثير، نرجو الدعاء لهم. نعم، قال تعالى: من الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين، والعياذ بالله تعالى. بل هذا الواقع بنا أجمعين، سواء في بعض أجزاء من بلداننا في سوريا أو في مصر أو في غيرها من الأقطار التي فيها أنواع من الشدائد، نوقن أن سببه غفلتنا عن الله، إضاعتنا لأمر الله، انقطاعنا عن سنة محمد بن عبد الله، استهانتنا بأمر الله، تعظيمنا للحقير الذي حقره الله سبحانه وتعالى، وإنصاتنا واستماعنا لأوامر أعداء الله، وجود الفساد في الأسر والديار والمنازل والشباب وشباب. هذا هو سبب المشكلة كلها. وأما التحويل على بعض الأسباب الظاهرة والتخطيطات ذوذاك فهذا جملة من جملة قصر النظر والوهم، مثل الذي يحيل وقوع الكتابة في الورق على الحبر أو على القلم، أقول يا أخي لا الحبر ولا القلم، فوق كاتب يكتب يد تخط. وكذلك أسباب هذه الحوادث، هذه الغفلة وهذه المعصية وهذا الخروج عن أمر الله تبارك وتعالى، هو وهذا التذكرة لا لأهل قطر بعينهم ولكن لجميع أهل هذه الملة ولجميع هذه الأمة، فإنه إن وقع هنا أو وقع هنا فإنه واقع في عضو من جسد واحد، وإذا أصيب العضو في الجسد فهو تنبيه للجسد كله، صاحب الجسد أن ينتبه من حاله، فمثل المؤمنين كالجسد الواحد، فهذه أعضاء من جسدنا أصيبت بأسباب معصية الله تبارك وتعالى. ونقول هذا الحال الذي ذكره أخونا من سوريا يدل على ضياع أصل التربية، وأن هؤلاء الصنف الذين ذكرهم ما وجدوا من أسس التربية ما يقيم صلتهم بالحي القيوم، فلذلك صلحوا في بداية الشدة بعض صور العبادات لا يعرفون فيها عظمة هذا الرب، لا يعرفون فيها أنه الخالق الذي يستحق منهم الخضوع والخشوع والعبادة أبدا، أن شرفهم كله في طاعته، ما يدركون هذه المعاني، عليهم من حجب الشهوات والغفلات وما سمعته آذانهم من صغرهم ومن جلسائهم ما أفسد تصورهم عن الدين كله عن الإسلام كله، فما كان يقبلهم إلا صوريا
وإلا لإرادة مقابلة، ليس في حقيقة عبادة. ولو قاموا بحقيقة عبادة ما قدروا على تركها ولا تراجعوا عنها، ولكانت أحلى شيء وأعلى شيء عندهم في الحياة، ولوجدوا فيها من الروح الغربي ما يطيب لهم في أن لا ينصرفوا عنها إلى الأبد. ولكن القوم ما فهموا من العبادة إلا صور تصلحها بمقابل، تقابله كما تقاضي إنسان قدامك أو شركة، فبيردون يعاملون الرب مثل هذا، فصلحوا صور تلك العبادات وقالوا ماشي جاءنا فرج، فانحرفوا أو تركوا عباداتهم. فعلاج ذلك ما ذكرت من الدعاء مطلوب منا ومنك ومن كل واع وعاقل من المسلمين في الشرق والغرب، أن يدعو لهذه الأمة. فالإصابة هنا محل الإصابة الحقيقية التي أصابتنا، هي انقطاعنا عن نور الصدق مع الله وعن معرفة حقائق ديننا وما ندين الله تعالى به، ووصول خطط وبرامج أعداء الله إلى أفكار وأخلاق ومسارات أبنائنا وبناتنا. هنا الإصابة القاسمة للظهر، هنا الإصابة الخطيرة ما يتبعها من تفرج الأعداء ومن ضحكهم ومن تخطيطهم، كله فرع ليس بأصل، ولا دواء إلا بالرجوع إلى الأصول. فالدعاء واحد من الأسباب، ثم التذكرة بحقيقة الخلق والإيجاد والبداية والمصير والنهاية هو السبيل، والتذكرة بحقائق النبوة والرسالة وحقائق الألوهية هو الذي يجب أن نستبعثه ونوجده في قلوب هؤلاء الشباب وغيرهم، ونعود إلى أسس التعليم التي يحصل بها التقويم ويحصل بها الفقه عن الله سبحانه وتعالى فيما أوحى إلى رسوله، ونرجع إليها من جديد ونقيم أمرها في أصحابنا وأصدقائنا وناشئتنا، فلا مخرج إلا ذلك. فبالدعاء والدعوة الحكيمة الراشدة نتسبب أن يكشف الله هذا البلاء ويكشف هذا الضر، فنصدق في الاستغاثة بالله والاستعانة بالله والدعاء الحق سبحانه وتعالى، ودعوة عباده إليه، وإحياء معاني الإيمان في النفوس، معاني التصديق بما جاء به حبيب القدوس صلى الله عليه وسلم. نحتاج إلى هذا كله. ويقول سمعتنا الهمة اسم من أسماء الله العظمى، فما معنى ذلك؟ معناه أن التوجه بالقوة في طلب الأمر هو السبب القوي الذي به يحقق الله المطلوب، وأنه إذا قويت همة الإنسان وعظمت كان تحقيق المطلوب أسرع إليه وأقرب، كمن يدعو الله سبحانه وتعالى باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، فكذلك قوة الهمة وصدق الوجهة في الشيء تسبب تحقيق المطالب ودفع المشاغب والآفات والعاهات. ولعل هذا صنفا ذكرتهم. ولا ننسى أيضا مع ما نحن فيه، هناك عندكم أيضا صنف سواء في سوريا أو في غيرها، لهم صدق مع الله ولهم خضوع وخشوع لله ولهم أدب مع الرحمن، ولهم في هذه الظروف إكثار من العبادة والطاعة. فنحن وإياكم في هذه الشدائد ما نحن فيه في ضمنها وطيها من ألطاف، وأن لا يكون أشد منها في بركة هؤلاء. وصنف آخر أيضا غير الذين ذكرتهم لا يزالون في مظاهر العبادة على غير حقيقة في معرفة الله ومعرفة صفاته وأسماءه وما ينبغي للعبد مع الله،
وصنف آخر عندك أيضا من غير هؤلاء الذين ذكرت لم تنبههم الشدائد والحروب أصلا، فهم في الألعاب وفي الغفلات وفي العلاقات السيئة الخبيثة مستمرين وإلى اليوم غير مبالين بلا بحروب ولا بكروب. فهذا صنف أيضا موجود. فالأصناف هذه التي ذكرتها هم سبب البلايا، الصنف الآخر هو سبب اللطف بنا في هذه الشدائد وفي هذه البلايا. فلنعمل على دعوة هذه الأصناف لتلحق بذاك الصنف حتى يكشف الله الكرب والشدة. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. نعم إذا كثر الخبث، فبكثرة هذا الخبث فكم من شبابنا وشاباتنا سواء في تلك الدار وفي غيرها من أقطار المسلمين في هذه الشدائد والكروب كلها، وشغله في التوافه والسواقط وفي النت وفي الألعاب وفيما لا ينبغي ولا كأن هناك شيء. فهذا صنف سبب للبلاء علينا وعلى الأمة، وعلينا أن نستعمل ما آتانا الله من طاقة في التوجيه والتنبيه والتذكير، ويقضي الله ما يشاء ويفعل ما يريد. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال، وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال. كم في البلاد التي أصابتنا فيها شدائد وفي غيرها ممن لا يصلي موجودين وعادهم قاطعين الصلاة إلى الآن، وكم في فيها ممن كان يفطر في رمضان، ولا جانب عاد فئات أخرى ظهرت تستحل أعراض وأموال وشي باسم جهاد وشي بغيره يصلحون مصائب وخبائث. فالله يدفع الشر عنا وعن الأمة. توجه إلى الله بحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم أن يتداركنا المسلمين، أن يغيثنا المسلمين، وفرد كروبنا المسلمين، نحول أحوالنا إلى أحسن الأحوال، وأن الله يوقظ القلوب وأن ينقيها عن الشوائب وأن يحييها من الموات، ويرزقنا حسن الإنابة والخشية منه والإقبال عليه مع القبول لديه والرجاء فيما عنده والطمع فيه، وأن الله يقينا الأسوأ ويصلح السر والنجوى ويحقنا بحقائق التقوى، ويدفع عنا وعن الأمة كل محنة وزيغ وبلوى، ويعيدنا من الآفات والعهات، ويرعانا بعين العناية، ويرزقنا العكوف على بابه والصدق في الإقبال عليه في كل حال، يقبل بوج الكريم علينا وينشر أنوار الإنابة إليه والخشية إليه في قلوب صغارنا وكبارنا ورجالنا ونسانا، وأن الله يمنحنا الرضوان الأكبر، وصلح لنا والأمة ما بطن وما ظهر، واجمعنا بحبيبه محمد خير البشر، ويقينا بكل ضر في الدنيا والبرزخ وفي المحشر، وأن الله يصلح شؤون الأمة أجمعين، اكتب لنا بأكمل حسن وهراض عنا، ويصلح شؤوننا ما أصلح بشؤون الصالحين، وعلمنا وسلفنا الصالحون ومن وقد زمان ما ينويه الصالحون ومن وهما حاط بعلم الله من صالح النيات لنا ولجميع الأمة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.